في ظل مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، المديح النبوي وإظهار صفات الخلقية والخلقية لسيدنا محمد وإظهار الشوق لرؤيته ورؤية وزيارة قبره والأماكن المقدسة وكل التفاصيل اللي ارتبطت بها حياته. في السودان عموما احنا بنفخر كشعب محبي جدا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وبنحاول نظهر شكل الحب ده في شكل مدايح بنقدمها في كثير من المناسبات الدينية وغير المناسبات، حتى في أفراحنا في كثير من الناس اللي بتحرص على يكون إنه في جو روحاني أو جو ديني لطيف جدا من خلال مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم حنستمع إلى مجموعة من المدايح ضيوفنا الموجودين، مرحب بكم كثير. الياقوت خلف الله، مساء الخير عليك. مساء الخير. السلام زين إبراهيم، أهلا وسهلا بك. مرحبا. الله يديكم العافية. طيب الناس أكيد متشوقة، فقبل ما نتعرف عليكم بصورة قريبة أكثر نسمع منكم مدحة. يا عالم الغيب صلي لزول هيبة ملجاي الغبر في طيبة. يا عالم الغيب صلي لزول هيبة ملجاي الغبر في طيبة. العبد وخيبة وراس اشتعل شيبة ملجاي الغبر في طيبة. فنا عمره في خيبة يسلم يزور طيبة ملجاي الغبر في طيبة. يا عالم الغيب صلي لزول هيبة ملجاي الغبر في طيبة. أيضا سنة شكري فوق ناموس الفكر ملجاي الغبر في طيبة. قد جاءنا في الذكر ممدوح بلا نكر ملجاي الغبر في طيبة. يا عالم الغيب صلي لزول هيبة ملجاي الغبر في طيبة. يوم وضع يا خلة ونجم سرور هلا ملجاي الغبر في طيبة. وصدنا الول جيش قوتهم فلا ملجاي الغبر في طيبة. يا عالم الغيب صلي لزول هيبة ملجاي الغبر في طيبة. مازون ومختار يشفع لمن حار ملجاي الغبر في طيبة. الحب والدار كيف يدخل النار ملجاي الغبر في طيبة. يا عالم الغيب صلي لزول هيبة ملجاي الغبر في طيبة. الضرع بلمس قلبا بعد يبسو ملجاي الغبر في طيبة. مات من أمس أحيا بعد رمس ملجاي الغبر في طيبة. يا عالم الغيب صلي لزول هيبة ملجاي الغبر في طيبة. الله الله رضا خفف له الفرض ملجاي الغبر في طيبة. ناته يوم العرض ويشفع حتى يرضى ملجاي الغبر في طيبة. يا عالم الغيب صلي لزول هيبة ملجاي الغبر في طيبة. رفع البرق هجع وادخل علي وجع ملجاي الغبر في طيبة. إن شاء الله بنجع في طيبة لي ضجع ملجاي الغبر في طيبة. يا عالم الغيب صلي لزول هيبة ملجاي الغبر في طيبة. الصلاة وسلام تنملى سيد الأمة ملجاي الغبر في طيبة. فلال بهدع موبادة بهي الأمة ملجاي الغبر في طيبة. يا عالم الغيب صلي لزول هيبة ملجاي الغبر في طيبة. الصلاة وسلام تنملى سيد الأمة ملجاي الغبر في طيبة. فلال بهدع موبادة بهي الأمة ملجاي الغبر في طيبة. يا عالم الغيب صلي لزول هيبة ملجاي الغبر في طيبة. على سيدنا محمد السلام نرحم. كيف بدايتكم كانت مع المديح؟ نسمع منك يا قوت ونسمع من الزين. والله أنا بدايتي مع المديح يعني كان عندنا أخواننا كده بيجونا في البيت بيمدحوا كده، وأنا كنت صغير بحب يعني أحفظ المديح قبالي، يعني ما متعلق شديد كده بالمديح، كنت بحفظ الغنى ودندن به وكده. لقيت يعني عندهم مديح جميل كده يستاهل الزول، فيا يوم جيت قعدت براكية في مدح الأبونا الشيخ عبد الرحيم، قلت خلينا ندندن فيها، بتقول لبتين لزيارة النبي السني أصل غبر وتبتسم سني. قلت المجد ده حاجة يعني جميلة شديد، وعندنا والدنا الشيخ أبونا الشيخ الياقوت
شجعنا على الحاجة دي، وإنك أنت ذاتك كمان إنك شجاع تقدر تقف قدام الناس، ما بتقدر تقدر من الصعب إنك تقف قدام الناس توصل لهم الرسالة. أبونا الشيخ يعني شجعنا على الحاجة دي ووقف معنا. اسمك اسم شيوخ الياقوت خلف الله. يعني هو شجعنا على الحاجة دي، ويعني بقينا نقدر نقف قدام يا زول نتكلم نمدح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. زين إبراهيم بديت 200؟ والله طبعا أنا بدايتي يعني المايك ده شغال معليش بس أخذ راحتك عادي. يعني بدايتي الحمد لله رب العالمين، أنا كنت بشتغل في شركة جياد، أتعرفت بإخوة كده، بديت يعني بمشي يوم الجمعة بحضر معهم قعدة المديح وكده. يعني أخواننا هم أسي فيهم بعض في السعودية وفيهم بعض قاعد هنا في الجزيرة، يعني هي مدرسة كبرى. أبناء أبونا الشيخ اللي من الكباشي يعني أنا كنت قاعد معهم وبدون ما أحس الحمد لله بدون تعب أو اجتهاد لقيت نفسي بتعلم المديح وبتعلم ضربة الطار. ونشكر من هنا الرسل التحية لأخونا شهاب مكي ولعلي إبراهيم لنزار الخليفة وهيثم يعني، وحتى يعني بدون تفاصيل وأخونا عاطف وكل أبناء الشيخ الأمين الكباشي وأبناء الخليفة عبد الوهاب، يعني كلهم مدرسة كبرى وناس يعني أهل أدب وأهل تواضع. الحمد لله تعلمنا معانا المديح، والحمد لله قد قابلنا بعسي مع أخونا الشيخ الياقوت، تعرفنا برضو في ليالي هنا معنا الشيخ مصطفى على ضيف هنا بالسجانة، بدينا الحمد لله اليوم التحية جميعا. اليوم التحية من هنا هنسمع منكم لسه كثير ونعرف تفاصيل أكثر عن النبيه وعن تعلقكم بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستأذنكم والسادة المشاهدين فاصل قصير. أحرمت وزرت المصطفى وسلمت شوقي له، يا لا أحرمت وزرت المصطفى وسلمت شوقي له، يا لا أحرمت 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 فتوني الرقى أتحرمت فتوني الرقى أتحرمت زرته البديع في شوقي الليلة يا لا أحرمت مصطفى وسلمت شوقي الليلة يا لا أحرمت بالجو والبواخر قمت بالجو والبواخر قمت نحو المجتبى يممت نحو المجتبى يممت لكل المراد تممت مالكم ليا ما ناغمت شوقي الليلة يا لا أحرمت زرت المصطفى سلمت شوق الليلة يا الأحرمت زرت في ربيع ميلادو زرت في ربيع ميلادو بالأنوار كساها بلادو بالأنوار كساها بلادو ألفح لي حالي جنادو تضطراني صبر جلادو شوق الليلة يا الأحرمت زرت المصطفى وسلمت شوق الليلة يا الأحرمت بالإسنين ويضوع لاسي بالإسنين ويضوع في راسي الحضرن مريم واسي حضرتن مريم واسيا بالإسنين بعيس للناس عمت رحمته يا ناس شوق الليلة يا الأحرمت وزرت المصطفى وسلمت شوق الليلة يا الأحرمت أي نبي الرحمة عمتنا نبي الرحمة عمتنا بالإسناد ثم المدنا بالإسناد ثم المدنا العزد به أمتنا كل المكرم أمتنا شوق الليلة يا لا الأحرمت وزرت المصطفى وسلمت شوق الليلة يا الأحرمت صل يا ربي عاد ما أنغامو صل يا ربي عاد ما نغامو أي بالليل الصلاة أغامو بالليل الصلاة أغامو للنبي المعلم أغامو تذهب للأمير نزغامو شوق الليلة يا الأحرمت وزرت المصطفى وسلمت شوق الليلة يا الأحرمت أي صل يا ربي عاد ما أنغامو صل يا ربي عاد ما نغامو أي بالليل الصلاة أغامو بالليل الصلاة أغامو للنبي المعلم أغامو تذهب للأمير نزغامو
مقام شوق الليلة يا الأحرم وزرت المصطفى وسلمت شوق الليلة يا الأحرم. صلى مبارك على سيدنا محمد. صراحة أنا عندي فضول أعرف المدايح دي أنتوا بتحفظوها عندكم شاعر بيكتب عليكم ولا بتكتبوا أنتوا في نفس الوقت بتلحنوا وتمدحوها؟ والله يا أخي عندنا الأدبون الشيخ ده الشعراء يعني بيجيبوا المديح الجديد ونقعد نشوف المديح نبرره نشوف الحاجات اللي بتجي معنا. جميل. طيب أنتوا الاثنين يعني خلينا نقول محافظين على شكل المديح القديم إنه في طوار أو في دف شغالين به. مؤخرا كلنا يعني شفنا انه مثلا الالات الحديثه دخلت في المديح. فرايكم شنو في الحياه دي؟ بتفضلوا المديح يكون بال والله طار بس ولا؟ والله حاجه جميله شديد يعني توصل رساله للناس. يعني في ناس تكون مثلا سمعت حاجه قديمه بتحبها بحاجه معينه تيجي تلقى الحاجه دي شيء قريبه منها يعني تقوم تحبها كده وتسمعها يعني تخش في الموضوع يعني. اسمع رأي زين، بتفضل المديح بالالات الموسيقى الحديثه ولا بالطار؟ والله طبعا بعد الله نحن هسه في المناسبات مثلا زي السماي زي الاعراس يعني بتلقى على حسب الشيء جايبينه يعني بعض الناس بشنو بدور المديح بالطار وبعد زي مناسبه السماي او الزواج العام بتفضلوا الموسيقى على الحياه الحديثه. نحن على كل حال انت لما تمش على حسب جو الحته اللي انت الناس اللي ماشي ديل بيشوفوا هل الشيء ده هم دايرينه بشنو. اما بالنسبه للمداح شخصيا انهم بيفضلوا المديح بالطار. طيب بس انت قلت كلام يعني جميل. يعني المديح بقى ما في بس المناسبات الدينيه مثلا في مولد او في كده، بقت حتى في مناسبات زي الزواج حتى السماء ياسين احتفال بقدوم مولود. ايوه فده معناته انه سوق المديح مسموع ما شاء الله او مطلوب يعني الناس يعني في الدقائق الاخيره دي المديح بدا حتى الشباب ذاتهم اللي قاموا ديل الحمد لله بدأ يستوعبوا الكلمات بتاعت المديح وبدوا يعني على حسب المدايح الجديدة المجارية وكذا مجارية العصر لأن هي الآلات دي ذاتها جات على حسب إنه الشباب ديل يعني المناسبة بدل ما تكون هي أغاني يعني بدوا لما إنه يجيبوا الأورجن أو الآلات دي يعني الحمد لله بدوا يطلبوا المديح. يقول لك عمل لنا يا أخي المدح، عمل لنا مدح مثلا لأبو الدخيرة، عمل لنا مدح للشيخ البرعي، عمل لنا مدح لكذا طلب كمان. يعني في المناسبات الشباب بدأ يطلبوا ما شاء الله يعني الحمد لله الحاجة دي هسه ماشي. موفقين إن شاء الله ونسمع عنكم كل خير. أنا عايزاكم تجهزوا مدحة تختموا بها للمشاهدين لحد ما أودعهم وأرجع لكم تاني خليكم جاهزين. مشاهدينا بكذا بنكون وصلنا لختام حلقة 24 قرات، بدينا بأخبار وانتقلنا لفكرة ترند اللي ناقشنا فيها موضوع جراحة السمنة الجراحية مع دكتور حيدر الحافظ البشير، وفي فقرة القضية مع دكتور الصادق تكلمنا عن العادات الدخيلة على المجتمع السوداني المظاهر والآثار. ختمنا حلقتنا ركن الفنون بمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. أبقوا عافية، أشوفكم بكرة في نفس المواعيد. تحياتي والفريق العامل. تمام. أنا سماني أنا، 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 أنا سماني أنا. Oh,
الجديداني يشهداني له والجديداني يشهداني له بفناء بهمة بقوة شفه الويل بالهوى زمن أنا زماني أنا أنا زماني أنا زماني أنا زماني أنا.